السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال. من المؤكد أن إشارة العقرب تمتاز بالتنوع الكبير في طرق التحليل وقياس المسافة بين الإشارة والهدف أو بين الإشارة والإشارة، وذلك بحسب كل حالة على حدة وحسب وصف الحالة وتعقيداتها والمعلومات المرافقة لها. دعونا في البداية وقبل الدخول في تحليل الحالة الثانية من حالات إشارة العقرب أن نميز ونفرق بين ثلاثة طرق لقياس المسافة بين إشارة العقرب والهدف أو بين إشارة العقرب والإشارة التالية، وهناك بالفعل ثلاث حالات لحساب المسافة، وهي وجود جرن أو علامة تقع أمام العضو المميز في العقرب، والحالة الثانية عدم وجود جرن أو علامة تقع أمام العضو المميز من العقرب. أما الحالة الثالثة التي سندرسها لاحقا فهي وجود علامة لها اتجاه وتقع على جسم العقرب ذاته، وهي تعطي علامة العقرب معنى تأكيدي أكبر، وكذلك تحدد مسافة معينة. طريقة قياس المسافة في حالة وجود جرن أمام العضو المميز تحسب كما ذكرنا في فيديو سابق بتحديد المسافة بين حافة العضو المميز وبين الجرن، ثم تطبيق قاعدة ثلاث أرباع طول المسافة. أما الطريقة الثانية وهي حالة عدم وجود جرن مرافق أو علامة مرافقة للعضو المميز، فإننا نحسب طول العضو المميز في جسم العقرب ثم نطبق قاعدة ثلاث أرباع الطول، وهي قاعدة ذكرناها ودرسناها في فيديو سابق، وهذه الحالة هي التي سنتناولها بعد لحظات. نلاحظ لدينا تطبيق الآن على الحالة الثانية، وهي حالة وجود عضو مميز من أعضاء العقرب، ولكن هذا العضو غير مترافق مع جرن قريب منه أو علامة معينة مثل ضربة أو بصمة أو ضربة خنصر أو أي علامة ملحوظة أمام هذا العضو. في هذه الحالة فإن تأكيد الدفين لا يتغير ويبقى مؤكدا، ولكن سيحدث اختلاف بسيط في طريقة حساب المسافة بين مقدمة العضو المميز وبين الهدف أو الإشارة التالية لإشارة العقرب. كيف ذلك؟ لنفرض أن العضو المميز في إشارة العقرب هو أحد المخلبين، وهو يظهر بشكل مفتوح، وهذا يدل على أن هذا المخلب هو العضو المميز. سيتوجب علينا الآن أن نحدد المسافة بين مقدمة المخلب والهدف أو بين مقدمة المخلب والإشارة التالية، وهذا الحساب يقوم على أساس حساب طول المخلب كاملا من المفصل المرتبط بجسم العقرب، ولنفرض أنه 3 سنتيمتر. نقوم بضرب العدد 3 سنتيمتر في 3 أرباع أو 75% إلى 3 متر، والناتج سيكون 2.25. عفوا إخواني، أي أن الإشارة التالية أو الهدف لابد أن توجد في المسافة ابتداء من 2.25 متر إلى نهاية أو إلى 3 متر مقدمة المخلب، أي يتوجب البحث في مسافة مقدارها 75 سنتيمتر فقط من نهاية 2.25 متر. ويجب الانتباه والتركيز جيدا في الاتجاه، فإن اتجاه فتحة المخلب هو المتحكم في المكان الفعلي الذي يقع فيه الهدف، وأي انحراف أو خطأ في تحديد الاتجاه ولو بمقدار مليمترات فإن الفارق في موقع الهدف قد يكون بالأمتار. ملحوظة مهمة جدا،
لا أهمية لعدد عقد ذيل العقرب في تحليل إشارة العقرب، فهي دائما عددها 5 عقد، وهذا عددها الفعلي في جسم العقرب في الطبيعة، أي العقرب الحي. فهي لا تعني عدد الدفائن وأنها 5 دفائن، ولا علاقة لها بحساب المسافة ولا أي تأثير أو أهمية. رسالة إلى الإخوة الحفارين وكذلك الباحثين عن الإشارات المهمة: عندما تقوم بعملية قلب الصخور الكبيرة عن الصخور التي تحتها، كن حذرا جدا، لأنه قد توجد إشارة مهمة على الصخرة السفلى مثل إشارة العقرب التثبيتية أو جرون بشكل معين ونمط معين، فإذا كسرت شيئا بسبب التهور أو التسرع فإنك بذلك تفقد مفتاحا رئيسا من مفاتيح رزق عظيم. تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال.